المنطقة مين هو اللاعب ضيع أيضا الحاسم عم بتحدث عن يقول يا سلام يا سلام يا أكرم مغربي أعطيني الإعادة أكثر من مرة أعطيني الإعادة أكثر من مرة نيكولاس يا سلام عن مين عن أحد أبرز وأهم المدافعين في لبنان هيدا هو اللاعب اللي حتسكن عنه هيدا هو اللاعب اللي دائما كنت عم قلته من بدايته يا سلام يا أكرم مغربي شو عم تعمل يا أكرم الدفاع الأنصاري وهيدي تسديدة على الطاير بالمرة الأولى بالمرة الثانية ممكن هدف التعادل يا أكرم مغربي الأنصاريين عم تتابع عدة الأنصاريين والفرحة المجنونة عم تفيد بكل بساطة الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع الهداف القناص صاحب الرأس الذهبية إنما عم بسجل بقدمه اليوم عم نشوف بالإعادة شوفوا الارتباك داخل منطقة التسديدة وسطت الكرة لعند مين أكرم مغربي جول للنجمة النتيجة المرة على الأنصاريين نيكولاس كافيو أول أهداف هالمباراة هو دائما بيكون الممتاز إنما بهالوقت كان هو القناص أكرم مغربي قصد طرحة إجلاوية على المدرجات كرة رأسية كانت من نيكولاس كافيو وصلت لعند مين لعند القناص أكرم مغربي لاعبين عم بيأتوا بأرض الملعب يعني شبريكو فعلا حمزة عبود مصر معه شبريكو أبريل خط الدفاع ما عندش من خط أكرم مغربي جول 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 برد الحدود يا أكرم مغربي محمد حمود بهاللقطة قلت له يا أكرم مغربي خد الباس من الحمود عبور الحدود داخل الشباك هزات الشباك النخبة للنجمة النخبة للنجمة بآخر هجمة أكرم مغربي داخل الشباك على يسار الحسن مغنية بالدقيقة 120 غنات الغنية بمرمي لحسن مغنية يا أكرم مغربي أغنية الفرح أغنية الانتظار عباس عطوي كرة طويلة أكرم مغربي داخل منطقة الجزاء صعب يضيع هناك هواقف أكرم 3-0 النتيجة فوز مهم وفوز ثاني على التوالي لفريق النجم على الاجتماع 3-0 لكن المدرب جمال الحق كان غاضب مثل ما راح النجمة أكمل ضعف اللاعبين أهل صبري اللي دخل مكان بطل العباد كبيرة كانت مخالفتك زي هون شوف كيف موح حسن محمد أكرم مغربي النجمة لعشر لاعبين عم يفتح التسجيل أكرم مغربي عم يحتفل طريق صادر رونالدو اللي بحبه كثير فرحة كبيرة لازم نشوفه حسن محمد كان قلقان بالذكي كثير أكرم مغربي داخل منطقة الجزاء صعب يضيع هالكرة يعني قتل الثمار الثلاث نقاط بهالمباراة شوفوا عباس عطوا ملاتين لأكرم مغربي يا سلام إذا إجا الجول جول 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 ولا أجمل للنجمة عباس عطوي رسم الكرة داخل منطقة الجزاء أكرم مغربي جسد اللوحة بشكل ولا أجمل بالشباك مع صيحات جمهور النجمة وحناجر كلنا مبسوطين بهالمشهد الجماهيري على الأمل يتكرر خلينا نقول النبيذيين بالآلاف في الملعب صح إنما خلف الشاشات بالبلايين جمهور النجمة عم يحتفلوا بهالمباراة بهدف التعادل أكرم مغربي القناص أكرم مغربي مرعب الحراس للنجمويين للمدرب الفرنسي إسماعيل كرطام ولكن حاليا الكرة العرضية هناك كرة رأسية أكرم مغربي بالراس جول 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 أكرم القناص أكرم بالرأس داخل الشباك النتيجة أصبحت 4-0 سادس أهدافه لقناص النجم
يتحيز من اللعب الممتاز الذي لعب الشوط الثاني لفريق النجمة. اللاعب أكرم مغربي يسجل الهدف الثاني ويذهب مباشرة لإعناق المدرب السيد بيرو بوكير. فضل المجموعة النفسية تمكن النجم اللبناني من الفوز على ضيفه تنجا العماني بهدف دون رد وقعه أكرم مغربي في الدقيقة 58. وبهذه النتيجة أصبح رصيد الفريق اللبناني 4 نقاط. فتح فيها بشار مقداد لمباراة اليوم بالوقت أيضا علي السعدي ممنوع الخطأ أمام خالد التكجي بعيد كراته لعند مهدي خليل مجددا مع فريق الصفا. شوفوا ما الله خطأ جول 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 الجزاء. أكرم مغربي أنت حرامي على مستوى عالي داخل المربع الكبير داخل المربع الصغير. شوفوا ابتسامته لأكرم مغربي. شوفوا هالخطأ عم شو بدي عادي. ما معقول ما معقول أبدا. حرامي حرامي فعل مش مرمية. نيكولاس كافي الغاني بيلعب على العرضية إنما الكرة جول 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 أكرم مغربي الهدف السابع. هيدا هدف السابع بدوري ألفا والهدف السادس للنجمة. بحط الكرة للنحية اليسرى حسن العمر في حمد في منطقة الجزاء. الكرة طويلة حسن في طار عم يطير الكرة ما في أي خطأ. الحكم الخطأ الحكم شو بيقول الحكم بيقول جول جول جنون النجمة ما بيتسلموا أبدا ما بيرموا البنديل. أكرم مغربي أنت الأساسي مع المباراة بالعودة في أقصى اليمين. هنا محاولة للهجمة تأتي كذلك خطيرة في الجهة اليسرى تسديدة وجول جول أول فيلم من جولة إلى الأمام. هنا محاولة على المنطقة اللبناني الفريق الذي يقود هجوم بشكل سريع خطيرة والكرة تمر تشتت في الأولى والثانية عرضية تلعب جول جول ثاني. لاحظ من جديد محمد غدار يرتال الكرة والمغربي يتمكن من جديد ترد على حدود 18 للمنتخب المصري. خطر جدا داخل المنطقه يتلعب الكوره في منتهى الخطوره. هدف التعادل هدف قطع الكره لعلي بلوط. صراع ما بين سي الشيخ وترك مع الكره العرضيه خطيره. هوجو ممكن يكون موجود بالوقت في منطقة الجزاء بتطلع جول 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 ما بيرحم. علي حمام بيحاول يمر الكرة العرضية موجودة ممكن الكرة العرضية ولا زالت الفرصة النجماوية لا زالت الفرصة النجماوية. جول من جهة الأنصار مع الكرة تتفتح منطقة الجزاء ممكن تحية الجنرال بيلا حصاد تحية كتير كبيرة عم بيقدمها ويوجهها لجمهور فريق. اللي من المتوقع انه ينضم للتشكيل مع التمرير الامامي باتجاه احمد مغرب ممكن يشوف هدف تاني جول. كرة امامية باتجاه سي الشيخ سي الشيخ سي الشيخ سي الشيخ. النجمة عم بيسجل مرة جديدة وعبر اكرم مغرب. اكرم مغرب عم ينجح. دائما مع النجمة. كرة من محمد جعفر لعباس عطوي متابعة من أكرم مغربي من بعدها بثلاث دقائق رد نشماوي كرة من عباس عطوي وجدت رأسه لأكرم مغربي. اللحظات الأخيرة الحكم على وشك إطلاق صفرته. عباس عطوي كابتن النجمة بيلعب كرة لمنطقة الجزاء رأسية أكرم مغربي هزت الشباك والفرحة الجمهورية.